السلام عليكم. ألو ألو، ما تحل لنا الميكرو بتاعك. اي تسمع فيها تو احمد؟ نسمع فيك، خرجت اهلا، الحظ، اسلم. اي بيه حاصلين، لكم، اسلم. اي وينك حاصلين، سيد احمد؟ انت ماني هون، للكليه. هون، وي يا احمد، انت ماني الكليه جاي. حلوة، اي مرحبا بك. هون، وسافا، امورك؟ عملت برا نظري الحمد على لله، البروجرام انترميسر ولا؟ لأي قريت في الدار، رجعت، اي شو رجعت بالباهي؟ رجعت اللي وصلنا لهم احنا. باهي، وين وصلت انت في البروجرام تروازين ترمستر؟ احنا البروف نتاعنا مؤخر على الاخر، وصلنا الدرس اللي قبل الاعداد الكسريه، بالضبط الدرس اللي قبله بالضبط. ما انت تو شو ندخلوا في ضرب العدد الكسرية؟ انت ما انت في مزير امريكي معانا، اي تو هاك نحاول ولا؟ منه، خاطر مازال ما خليناهمش صح في القسم. اي باهي، عشان نبداوهم اليوم ضرب العدد الكسرية، وش ناخذوا منهم برشا حاجات اللي يعاونونا ان شاء الله بعد ذلك في الدروس الجايين. المهم انه كيفاش نبداو درس اليوم اللي هو ضرب العدد الكسريه. هو درس راهو حلو برشا، خاطر حاجتنا به في العبارات الحرفيه بعد ذلك ان شاء الله. دونك لازمك تكون معايا بالباهي بالباهي، انت واصحابك. انت عندك اصحابك معاك داخلين على البلاتفورم ولا؟ ليلي وحدك انت؟ واحد اوكي باهي باهي، متى نبداو مع بعضنا؟ مدوب اصحابك خلطوا علينا ونبداو الدرس نتاعنا. باهي باهي، داكور. اسمع، مدوب انت معايا، خلي الميكرو محلول معايا، دونك حتى انك اصحابك يخلطوا معانا. داكور باهي. هاي سي احمد، باش نبداو اليوم ضرب العدد الكسريه. كيف نقولوا ضرب العدد الكسريه؟ يعني وقت اللي يجي عندي عددين، كذا مثلا عدد 10 في عدد 10، شنو نضربهم في بعضهم نلقى الناتج، ما هو هكا؟ يعني كيف نقولوا عدد كسري اللي هو مثلا 7 على 2، هذا كما قاعد تشوف انت بالضبط. ايه نحب نضربه في 3 على 5، تعرف شو يساوي هذا؟ اول حاجه، كل عدد كسري كي من هكا هذا يسمى عدد كسري عشري. علاش؟ على خاطر، علاش هو عشر؟ المقام على خاطر هو عدد مختزل إلى أقصى حد، أول حاجة. وثاني حاجة، المقام فيه 2 وإلا 5 وإلا 10، وبالتالي العدد هذا يسمى عددا عشريا كسري عشر. كيف كيف؟ 3 على 5 هو عدد كسري عشر. عشر أي كيف نحب نظهر بالعددين هذوما؟ 7 على 2 هو بالضبط قدش يساوي؟ يساوي 3.5. أي ويخسر الله فصل 2، وقد 9 على 5؟ 3 على 5 جي 0 فاصل فاصل قداش؟ فيسا فيسا 0 فاصل 6، هكا ولا؟ طيب معايا يا اخي ولا معاك؟ باهي، يعني كيف نلقى النتيجة هذه؟ هذه احنا عملناها في درس ضرب العدد العشرية، كان تتذكر معايا ولا؟ ما كنتش حاضر. عملناها ضرب العدد العشرية، هي عملية تجميعية، هي عملية تبديلية. لا لا، أول عملتوها سيارة أنت يعني في الدرس نتاعك مع أستاذك، عملتوا الحكاية هذه هي في ضرب عملناها العدد مع ويك العشرية. آخر نهار. أي باهي، يعني تنجم تضرب عدد عشري في عدد عشري ولا؟ طيب بتروح ألو؟ ألو وي، قلت تنجم تضرب عدد عشري في عدد عشري ولا؟ كيف تعمل طيب 3.5 في 0.6؟ تنجم تحسبها ولا ما تنجمش؟ نجم نعمل 6 في 5، يا أحمد نعم نحيو الفاصل ونحسبه كأني عندي عدد ما فيهش فاصل. طيب بالضبط.
يعني هيك تويكا احنا كيف نحسب فاضلين. العملية هذه؟ تويكا نحب نقارن النتيجة هذه، نحب نقارن النتيجة هذه بالنتيجة الأخرى بالنتيجة اللي هي 2.1، هذه 2.1 خاطر عندي عددين بعد الفاصل. هاي سيدي 7 على 2 في 3 على 5، نجم نقول عندي عددين كسريين، وهذا تسمى عملية ضرب جذاء. كيف نحسب 7 في 3 و2 في جيب 5 كما قال؟ شي جي 21 على 10 10. بنا إذا كان عندي بصفة عامة عددين كسريين A على B في C على D، شو يساوي ضرب الجذاء هذا يا أحمد؟ أ في سي يساوي على A بي في C. على صحيح، بي في دي. أحسنت فابيان، A في C على B في D، هذا هو الضرب. إذا كان فهمت المبدأ هذا يولي كل شيء عندك سهل من بعد ذلك. علاش؟ كيف نقول مثلا تلقى عندي عدد A، عدد مثلا نسميه 3 4 5، عدد صحيح طبيعي. كيف نضرب في عدد كسري في 3 على 11؟ ماذا يساوي؟ نعمل حيث A عدد طبيعي، سنقولوا 3 في 3 على 11. نعمل 3 في 3 على مانيش 11 تسمع فيك يا أحمد، مانيش تسمع فيك، عاود. وهكذا اسمع حكاية. اي هكذا نسمع فيك، اي ساعات يقص الميكرو عندك يا احمد، لا تنتريجي. خاطر الكوتور مضروب. ألو ألو وي تسمع فيه هكا؟ لا، مازال الميكرو موش مريقل يا احمد، كان تريقل الميكرو راهو موش مريقل، صوتك مش مسموع بالباهي، يتكلم ويقص. أيوة خطر الميكرو ماش فيه. ألو وي أحمد نسمع فيك. لا مانيش نسمع فيك. الو وي احمد، اي وصلت؟ قصد ليكوتور. اي به سبعة تبي كنت تصور الكوتور ولا به؟ به. هاي سيدي، ما قلنا اذا كان عندي عدد A عدد صحيح طبيعي، يعني A عدد عدد ينتمي صحيح. للمجموعة N. اي A في في 3 على 11 ماذا يساوي حسب رايك؟ A في 3 على A في 11 3 على 11 على 11، هاي البرش هذا هو الضرب يا سيدي. يعني عندنا ضرب بصفة عامة، ضرب يا إما نضرب عدد صحيح طبيعي في عدد كسري، وإلا وإلى عدد نضرب ضعف عدد كسري. في أي عدد هي ضعف. إذا كان نقول 10 راهو كسري في عدد عدد ده 10 ولا كسر. كسري، هذا هو. هاي يا سيدي، ما غير ما نطولوا الحكايه هذه، اذا كان فهمت الضرب هذايا شنو تعداو تويكا للتميع عدد واحد،
اللي انت قاعد تشوفيه تمرين عدد واحد ما اي احسب مختصرا. ب احسب مختصرا الجزئيات التالية. كيفاش نحسبه؟ نختصر خمستاش المقام 15 في 23 23 على على 225 205 ماذا يساوي؟ يساوي أول حاجة 15 في اسمعني مليح، ديما وقت اللي نحب نخدم عملية كيما هكا يلزم نطبق القواعد كباهية، ومن بعد تالي إذا كان عندك أفكار باش تحب تحسب العبارات هذوما تولي بعدك تنجم تخدمهم. داكور؟ دكو. باهي، هاي كيفاش نحسبوا العملية هذه أول حاجة؟ نختصر المقام، كيفاش؟ نختصر عدد الكسر شو هو أول حاجة نعملها؟ كيفاش نكتب العملية هذه أول حاجة؟ 15 على لا نسيو ولا ما عرفتيش؟ وي يا احمد، ما عرفتيش؟ اول حاجه ما احنا قلنا اذا كان عندي عددين كسرين احدهما صحيح والاخر كسري ونحب نخدم العمليه هذه، ديما تشوف الحكايه كما قلت لك ترى فيها في الضرب، يا التمرين اما نضرب عدد صحيح في عدد كسري ولا نضرب عدد كسري في كسر. تقصي في عدد كسر. اللي اذا كان صحيح في كسر كيما هكا بالضبط يا احمد، راه أي نكتب فهمت. العمليه كما قلنا في القاعده. يعني كيفاش؟ يعني اه في نعمل ماذا؟ تولي في ب 15 في 3 كويس على 225 تولي صحيح، في تمام ب على نكتب 15 في صح 23 على على 225 225. اذا كان نحب نختصر العباره هذه، اش معناتها الاختصار لهنا؟ معناتها يجب ان نقوم باختزال هذه العمليه. باختزال العملية، كيفاش نختزلها العمليه هذه سيدي؟ نقسم على ال نجم نختزلها العمليه هذه ولا ما نجموش؟ نجم كيفاش؟ نحن كيفاش ترى؟ نحن نقص والله ما عرفتش بشي. ده أول حاجة إذا كان نحب نختزل عدد كسري، أنا أول حاجة إذا كان الاختزال ميصح كان كيظل عندي ضرب في البسط وفي المقام. يعني ما نجموش عمرك ما تجي نختزل، تقول ما نجموش لحظة يا أحمد، نختزل. أو شو نقول لك؟ يعطيش نجم نختزل إذا كان عندي عدد اللي عملناه إحنا في الدروس اللي قبل الدرس هذايا، كيف أكتب عدد كسري ولا كتابة مختلفة لعدد كسري. إذا كان نقوله آه على ب نحب نختزله، نكتبه نقسمه على نفس العدد في البسط وفي نص المقام. العدد نتذكر. يعني إذا كان نلقى البسط والمقام زوز يقبلوا نفس القسمة على نفس العدد، إذا يمكننا أن نختزل هذا اختزال العدد. واضح؟ واضح. ألاحظ أنه لنا في البسط عدد يكتب على صورة جذاء، ها وبالتالي يمكن لنا أن نختزل هذا العدد اللي فيه ال 15 وال 225. معناتها كان جا 15 مع 23 على 225، رد بالك لهنا راهو لا، راهو لا، من خطر معاه راهو لهنا ما نجم، صحيح ما نجمش نجم نختزل، يلزم عندي ضرب، والا يلزم عندي عددين في البسط والمقام اللي نجم نقبل قسم عليهم. واضح. باهي لهنا نقبل قسمه، يعني كيفاش نكتب لهنا؟ نقول ل 15 نجم نكتبها على صورة 3 في 5 ما هك؟ ثلاثة في في خمسة 23، 23 والعدد 23 هو عدد أولي لا يقبل قسمة إلا على واحد وعلى نفسه. ال 225 نقبلها على يقبل قسمة على 5 ولا؟ تقبل رقم واحد هي 5، وبالتالي هذا العدد يقبل قسمة على 5. خمسة. معناها ماذا يساوي 225 على 5؟ لحظة راح تنجم نشوف تعملها ذهنيا. جي ستة. 6. ليه ليه؟ آه يعني 5 في كم يساوي 225؟ أعمل 225 على 5 كهو. لحظة جي 45. صحيح، باهي. طب هيك شنو من العددين اللي نجم نختزلهم؟ لا هذا خمسة والخمسة وهذا،
صحيح. من إذن ماذا يساوي هذا يا أحمد؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة في كم؟ وعشرين، ثلاثة صحيح وعشرين على على 45. 45، اللي هو ماذا يساوي كنتيجة؟ يساوي 69 على على 45. 45. لا نجم نختصر العدد هذا ولا ما نجموش؟ 69 ما تقبلش القسم، علاش؟ ليه تقبل؟ 69 مش من أي تقبل، يقبل القسم على 3، و45 يقبل القسم على 3، معناتها ما نجم تنام نكتب هنا تسعة 3 في 15 هذا. شو يبقى ثلاثة إذا؟ خمسة تولي يبقى لا تسعة 23 وعشرين على على 45. ليه 15. 15 معايا ولا ماكش معايا؟ معاك؟ باهي، يعني فهمت كيفاش اختزلنا العدد هذا ولا؟ باهي، يعني العدد بتاع النتيجة الأولانية هو 23 على 15، نتعداو للعملية الثانية. سنين فصل التمرين الثاني في التمرين الأول التمرين الأول، السؤال الثاني. 2.5 في 4.2 عملية هكاك. ضرب. باهي، كيفاش نحسب العملية هذه؟ نعم عملية ضرب عادية مات. كيفاش نضرب؟ نعم 2.5 اي في 4.2، يعني نعمل العملية العمودية تحب تقول. لا، اذا كانت تقول لي عملية عمودية ما ناش بيني نكتب في السؤال احسب مختصرا الجزيئات التالية. من دوب قالك اختصر، معناتها يلزمك لهنا تفيق بحاجة، انه العدد هذايا يجب ان نقوم بكتابته على صورة عدد كسري، كذلك الحال بالنسبة لهذا العدد. من العدد اثنين هذا كيفاش فاصل نكتبه يا احمد؟ اثنين على خمسة في أربعة خمسة على وعشرين. اثنين 25 خمسة على كم؟ على خمسة على خمسة لا، على 10. أي رد بالك، لهنا عندي عدد عشري ذو رقم واحد قبل الفاصل اللي هو الخمسة لهنا، واضح ولا؟ إذا كان عندي عدد جزءه العشري متكون من رقم واحد نقسم على 10، متكون من رقمين نقسم على 100، متكون على 3 نقسم على 1000 إلى غير ألف ذلك. مثلا نقول لك 0.67، كيفاش نكتبه على صورة عدد كسري هذا يا أحمد؟ على سبعة وستين على ألف على على مية مية على 100 عندي رقم 2، اذا نقسم على زوز اصفار لوطا. فهمت كيفاش؟ ما انا في كم هذي 4.2. 4.2 جي 42 على 10 احسنت، يعني 42 على 10. على تو 10 شو لازم نعمل؟ ما دوبا قلنا مختصرا، شو لازم نعمل في العمليه هذه؟ نختزل نختصر ولا باهي كيفاش نختزل العدد خمسة الاولاني وعشرين هذاك؟ 25 تولي 5 نقسم على 5 صحيح، على و10 قديش؟ تولي 2 على 5 2 يعني صحيح تولي في 2 بسرعة 42 أي 42 نقص على 2 على 5 تولي أي على 5 يقبل القسم هذا على 5؟ لا 42 ما يقبلش قسم على 5، يعني يقبل القسم كان على 2 في البسط والمقام، يعني على في 21 على 5 5. النتيجة النهائية لحظة خمسة في خمسة على اثنين لحظة اي في 21 على خمسة اي يعني نتيجة اي حمود، 5 على 2 في 21 على 5. 105 نحسبها معناتها النتيجة كاملة اي شوف يا احمد، نقول لك على حاجة وديما حط هذه في مخك، راهو ما نحبكش ديما تحسب 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 على غير حاجة شيء. نحب قبل ما تحسب آخر مرحلة هي الحساب. ديما قبل، فما مرحلة مهمة يا أحمد، أنه قبل ما نبدأ نحسب يلزمني نعرف شنو واش نحسب. تقول لي مسيو نمشي نعمل 5 في 21 على 2 في 5، عندك ألف حق. معناتها نكتب 5 في 21 على 2 في 5، أنا مازلت ما حسبتش راهو. باهي باهي، المرحلة الثانية أنت هيك صحيح تنجم تقول لي مسيو 5 في 21 يساوي 105 ولا درا شنو كما قلت لي. صحيح كلامك، ولكن شي يطول عليا الوقت، وثاني حاجة ديما نلقى روحي نحسب على غير حد شيء. علاش؟ خاطر ألاحظ أنه لدينا العدد 5 في البسط والمقام المقام يمكن المتى اختزاله. تولي أنا 21 على 2 فات الحكاية ولا ما فاتش زعما؟ فات أيوه ريت محلاها، هذه هي النتيجة النهائية. واضحة؟ فهمتها؟ واضح باهي، فهمت نتعداو العملية الثالثة. 7 على 25 في 15 أيوة على 343
صح، 7 على 25 في في 115 على على 345 هاي البش. هاي ترى ب. كيفاش يا بطل، قل لي كيفاش نحسب الجزاء هذي. تو نختزل. كما تفهمت معك في اول حصه، راهو من نبدا نختزل كامل نكتب العدد بالقاعده. اش معنى انت كيفاش نكتب هذا؟ نكتبه على فهمتك صورة كيف. عدد كسريا. يعني اغزر جيت لهنا في الصفحة هذه، ريتت معايا ولا؟ معاك. الضرب يا اما عندك صحيح في كسري ولا كسري في كسري. كانه صحيح في كسري يلزمني نكتب على هذه الصورة، في ب على سي يساوي في ب على سي، نكتب يلزمني نكتب هكاك. واذا كان عندي كسري في كسري كما هذا اللي قاعد تشاهد فيه تويك معايا هذا، ايوه. بي سي. الف. اصبر لحظة، هذا ا على ب في سي على دي، نكتب على صورة ا في سي كبسط وب في دي كمقام. فهمت؟ هاي كيفاش من هاي كيفاش نكتب هيك؟ اول حاجة شو لازمنا؟ 7 في 115 صحيت هكا كان حبك. 7 في 115 على 25 في 343 7 صحيح، 115 على 115. 25 في 343. هكا أول حاجة وظفت القاعدة نتاعي. طيب نختزل كما نحب أنا، كان ثم اختزال بطبيعة الحال. هاي كيفاش نختزل نستنى. العملية هذه؟ يلا لحظة. فما حاجة كيف سهلة، ثم حاجة يلزمك تركز فيها شوي. طيب ال 115 وال 25 نجم نختزلهم ولا؟ أيه 115 أيوة. نجم يقبل قسمة على 115. خمسة. أي يعني نجم نكتبه هذا على صورة 7 في كم؟ 115 هو 5 في كم يعني؟ هو خمس خمس ها؟ لا قد نحسب. لا ما عرفتش. 5 في 35 يا أحمد. شوف انت ايش بدي معاودي ايش. أي كيف نعمل 115؟ كيف أول ما توح الأعمل 115 على 5 شو يساوي؟ 2 واضح ولا؟ 23. أيوة في المقام شو نكتب؟ في المقام نكتب 25 خير من تسعمية هكاك، خير من هكاك. خمسة في 5 في باش 343. نختزلهم بالزوزهم في 343. يعني شو نكتبه 343 ولكن ترد بالك منه 343 هذا. عندك هنا عددين نجم نختزلهم، ما هك خمسة وخمسة. باهي. هاي سيدي تقعد سبعة بالهاني في كان ثلاثة هذا وعشرين اي صحيح، 7 في 23 على 343 في 5 صحيح، معقول كلامك. صحيح. ولكن لهنا شوف يا احمد، فما حاجة تقريناهم في اول عام اللي هما مهمين ومهمين للغاية، كيما مثلا العدد 169. واش نكتبهم لك وقيدهم انت عندك في ورقة ورد بالك وحافظ عليهم. ال169 هذا ديما هو يساوي 13 في 13 باهي، ال144 وذو ما حاجك بيهم برشا في النوفيامري ان شاء الله، في الويتيامري واش تخدموا بيهم برشا، هو ال12 في ال12. ال121 يساوي 11 في 11 باهي باهي. طيب هيك عندنا 343، وهذوما ديما 343 ديما يجيو في برشا تمارين، يعني في الكتاب نتاع الدرس نتاعنا والا في مع المسيو نتاعنا في على السبوره يكتبها لا. ولا حاجه، ديما تلقاه موجود. 343 وقت اللي قرينا في درس القوه هو 7 في 7 في 7، يعني 49 في 7. كيفاش تحسب 7 في 49 ترى؟ نذكره سوف معانا شويه ترى، خلينا نشوفك بالحق باهي في البريمير تريمستر ولا هكا امورك. ها لا كيف نقول 49 في 7 كيف تحسبها؟ لا لا لا، من غير ما تاخذ ورقه وستيلو. ليه ليه باش نحسب والله. كيفاش تحسب؟ جاوبني جاوبني جاوبني، ما تسكتش. نعمل لك العملية عملية عمودية تعمل يعني عمليه كل شيء. عمودي؟ لا لا، شوف شوف كيف نقول 49 في 5، راهو اسهل حاجه. كيف نقول لك مثلا 10 في 10 قداش يا احمد؟ 100. 100، معناتها حكايه سهله اني نضرب العقد في العقد يساوي 100، ما هو هكا؟
باهي، 49 هذا مش نجم نكتبه 50 إلا واحدة؟ بعدك باهي، نضرب في السبعة الكل، يعني وكأني نعتمد على الضرب أعداد الصحيحة الطبيعية اللي عملناها في أول العام، وهذوكم هما الحلقة اللي باش تفهم بيهم ضرب الأعداد الكسرية، خاطر كلهم يدوروا في نفس الحلقة، سواء أضرب أعداد صحيحة طبيعية وإلا أعداد عشرية وإلا أعداد كسرية، ديما يدوروا في نفس الحلقة، خاطر نعملوا أنه خاصية ضرب الأعداد الصحيحة الكسرية هي تبديلية وهي تجميعية وهي إلى آخره، لا طبعا نشوفوهم، ولكن ديما نحافظوا على نفس المبدأ، كيف نقولوا 7 في 50 كان تذكرش، سبعة في خمسين الضرب هي بشي عملية أي 350، وهك سهلة م. ذهنيا نحسبها، ونعمل وسبعة إلا في واحد الواحد أي صحيح 7 في الواحد، يعني نعمل العملية إلا 350 إلا 7 يساوي 300 ثلاثة وأربعين 43، هاون هذه هكا هي جات النتيجة نتاعنا، يعني هذه كيفاش نكتبوا 343 هذا؟ نكتبو 49 في 7 صحيح، ولا عندنا 7 في 23 في البسط، وعندنا 5 في 7 في 49، وفات الحكاية، نختزل هذا وهذا، شو يبقى يا أحمد؟ 23 على على23 5 في 49 قداش 5 في 49 يا أحمد في صفيصة؟ 5 في 49 اش نعملوا 250 نحي منهم 5 اللي يساوي 205، 45 قريتوا اللي تعرف تحسب تويكا يا احمد؟ سهله هاي باهي صحيح، هذه حاجه مهمه برشا زاده انك تعرف كيفاش تحسب، هذيك راهي حكايه باهيه برشا وتساعدك برشا ان شاء الله في الويتيام اني وفي النوفيام اني، تساعدك برشا من غير ما تشعر زاده. باهي نواصلوا سيدي، ما انا فهمنا الحكايه هذه كمل نتعداو سيدي، باهي هاي سيدي ناخذ تمرين ثاني اللي هما خاصيات ضرب الأعداد الكسرية. كمل التمرين الثاني سيدي نريد حساب الجزاءات هذوما بأيسر طريقة، هنا نحب نوظف خاصيات ضرب الأعداد الكسرية. وقت اللي نقول احسب بأيسر طريقة الجزاءات التالية، أول حاجة باش نكون واضحين مع بعضنا، قلنا تلك إلى حد هذه الساعة أنه كيف نحب نضرب عددين كسريين، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، سهلة الحكاية. الخاصيات اللي احنا عملناهم في سواء الاعداد الصحيحة الطبيعية ولا العشرية تقعد كما هي بالنسبة للاعداد الكسري، وقلنا علاش، خاطر كل عدد عشري هو عدد كسري، مو كسري هك؟ اي يعني كيف نقوله الضرب في مجموعة الاعداد الكسرية هي عملية تبديلية، مش معناتها تهي تبديلية ما تنجم نقلب البلايص ما تنها صحيح، يعني كيف نقوله ا في بي يساوي بي في أ. بي في ا، هي عملية تبديلية، الضرب في كي في مجموعة الأعداد الكسرية يعني عملية التبديلية صحيح، هي عملية تبديلي تبديلية، واحد ثم هي عملية كذلك فنية تجميع تجميعية، ايش معنى التجميعية يعني؟ مثلا نجمع البسط من بعضهم والمقام ما فهمتكش يا احمد، ايش معنى التجميعية؟ كما عملنا قبل في كما مية مع 15 على 15 في 24 ايش مثلا معنى؟ نجمع البسط مع البسط والمقام مع المقام لا التجميعية كيف نقولوا تجميعية مش معناتها نجمعهم، رد بالك، كيف نقولوا تجميعية يعني كي يظل عندي 3 أعداد كسرية آ في بي في سي نجم نحسبها كما هك، نقول آ في بي نحسبها وحدها ومن بعد نضربها في سي، وإلا ونعمل في نكتبها سي مع آ في هذيك بي تبديلية، ولكن نجم نضرب البي في سي في سي، واضحة؟ هذا هو معنى التجميعية، يعني يا إما نقول آ في بي في سي، نحسب آ في بي وحده يعني عاملين آ في بي وبعد نضرب في سي،
والا نخلي ونحسب البي في سي ومن بعد نضرب في بعض. واضح؟ باهي. واضح. دابيك فما حاجه اخرى بالنسبه لضرب العدد الكسريه، هي عمليه كذلك توزيعيه من على توزيعية؟ من؟ توزيعيه على جمع، او شنو نقولكش معناتها؟ يعني هذوما الحاجتين اللي كان تذكر معايا يا احمد في اول عام نتاع السبعه اساسي، كيف قلنا الضرب الاعداد الصحيحه الطبيعيه هي عمليه توزيعيه على الجمع، يعني كيف نقولوا في ما بين قوسين بي مع سي ماذا يساوي، تذكر ولا؟ لي هذا يساوي في بي، او كيف نعمل هكا لازم مع نتصور صحيح هكا تذكرت هذيك، يعني هذا يساوي في بي وذاك يساوي في سي. مع صحيح مع في سي، معناتها مش في بي مع سي، لا في بي مع في سي، مرة ننشر الا على البي وننشر ما الا مع السي، في سي صحيح يعني مع في سي. ورد بالي ديما الاوبيراتور هذايا المع يلقى تبع فيه لهنا، كان الا نكتب ما الا كان مع تخليش عليه. صحيح. كذلك هي عملية توزيعية على من حسب رأيك؟ على الضرب. على الضرب الطرح، يعني كيف نقوله فيما بين قوسين بي الا سي ماذا يساوي؟ يساوي في بي إلا في سي إلا في سي. احسنت هاي البرش، في بي الا في سي، يعني ننشر الا على البي كالعاده وننشر الا على السي. ثم حاجات الاخرانيين وقت اللي نقولوا عدد في صفر ماذا يساوي يا احمد؟ نقعد صفر. يعني شو نقوله بالنسبه للصفر؟ العدد صفر هو عنصر في صفر يساوي صفر في يساوي صفر، ما هو يعني هو عنصر ماس يتسمى، شمن عنصر ماس ما معناتها شمن اي عدد في صفر يساوي صفر، ما تغيرش النتيجة تقعد صفر ديم. تقعد صفر صحيح. والعدد واحد ماذا يسمى كذلك؟ عدد بحيث يسمى عدد هو اللي عنصر مقارنة محايد، مش معناتها محايد كيف نقولوا في واحد يدخل في الضرب ولا ما يقعد يدخلش نفس في العدد واحد، يقعد نفس يقعد العدد، يعني واحد في يساوي على يسوي حسب هما اللي عملناهم توك احنا لهنا، ما زدنا حد شيء حاجه برك، اللي شنو نقول لك انه والبي والسي راهي اعداد كسريه، صحيح. لا هذوك ما عملناهم في تعرف العدد الصحيح الطبيعي، هذوما تو اعداد كسريه، يعني كيما عملنا بالنسبه لضرب الاعداد الصحيحه الطبيعيه، كيما عملنا ضرب الاعداد العشريه، كيما هنا قاعدين نعملوا في عدد الكسري، كيف كيف يعني ما عندي ما نقل، علاش؟ لانه كل عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري، هو وكل عدد عدد عشري هو عدد، كسري. واضح الفكره؟ سهله الحكايه. باهي، ما يا سيدي خلينا نبداو في العمل اللي الاولى نتاعنا. احسب بايسر طريقه الجزيئات التاليه، هذا هي تمرين اثنين. هاي ناخذ العمليه الاولى ني 100 في خمستاش على على خمستاش 15 في في خمستاش في أربعة على 24 في صفر في في واحد على 100 في 24 على 2. باهي برشا، هاي برشا. كيفاش نحسبها العملية هذه؟ 100 على 100 على 15 في 15 على 24 تولي 100 في 15 على 15 على 24. باهي، ما وفي صفر تولي صفر كلها، يعني معناتها النتيجة تجي صفر. خطر صحيت من غير ما نقعد انا نكسر في راسي، صحيت اذا كان نلقى احد عواملي هذه العمليه، هذوما يتسموا عوامل باش نكونوا واضحين، هذوما هذا يتسمى العامل الاول، هذا يتسمى العامل الثاني، العامل الثالث، الرابع، عامل الرابع الخامس بعد كم الخامس، عندنا خمسه عوامل في هذه العمليه، واضح؟ هذه تسمى واضح. جذاء، خمسه عوامل أحدهما يساوي صفر، إذا ماذا يساوي النتيجة من غير ما نحسب صحيح؟ يساوي صفر، واضحة؟ واضح. سهلة الحكاية هذه. السؤال سهل. الثاني 23 على 28 في 17 على 2 في
في 14، في 14 ايه؟ في في 4 4 على ل 17. 17 اي، كيفاش نحسب؟ ب نعمل 23 مع في 17 على 28 في 2، كده 23 في 2. باهي، ما عجبتنيش منك، خاطر لو كان تقول لي حاجة أخرى خير يا أحمد. ترى ركز مليح وقول لي، ترى صحيح راهو المبدأ اللي أيه، قلته لي أنت صحيح. نعملو 4 على 17 في 17 على 2. باهي، معناتها تحب نقربوا العدد هذا هذا وهذا، نقربوهم لبعضهم ونعتمدوا أن الضرب هي عملية تبديلية، ما هو هك؟ باهي يس، تبديلية وش يعني نحتاج له؟ باهي، يعني نكتب يساوي باهي. شوف يا أحمد، الكتابات راهو ديما نكتبه من اليسار لليمين، كما قاعد تشوف ايوه فيا أنا. اليساوي كملت، ما لقيتش فيش نكتب لهنا خاطر البلاصة ضيقة، نرجع نكتب يساوي كما في كراستي، كما في كراستك راهو بالضبط، فهمت؟ ايوه قاعد باهي، اكتب خاطر. أي كيف نرجع للسر نكتب يساوي. نعم، تحب تحسبهم مع بعضهم، العامل الثاني والعامل الأخير، صحيح، نش نحسبهم مع باش بعضهم. خاطر نختصروا معناتها اسهل. صحيح صحيح يا رجال، في 4 على 17، ومن بعد نزيد 23 على على 28 28 في 14. في ال 14. باهي، نختزل العدد هذايا نتاعي، عندنا 17 لهنا و17 لهنا، تولي علاش 4 عامل على أخر؟ 2. و4 على 2 تولي 2 يبقى تولي 2 اثنين على على 1. على 2 صفر ولا على واحد؟ على 0، تولي خاطر 2 على 2 0. ايوه، اش يجي رد بالك هنا، راهو لهنا عمري ما نحط صفر، ورد بالك من هالحكايه هذه، لهنا مشيش تقولي صفر راهو غلط، هنا صحيح ما بقى لك حد شيء، ولكن في حقيقه الامر بقى واحد. اثنين على علاش؟ خاطر هنا اثنين في الواحد اللي كتبته، راهو رد بالك، ما انا هنا شي يلزمني نكتب، لهنا يلزمني نكتب اثنين 2 على 1 حد في هاي يا سيدي، في 23 على 28. وعندك ال 14، كيفاش نحسبها يا سيدي؟ راح نشوف هيبة كيفاش تنجم تواصل معايا. ها، السلامة يا هبة، يا هبة، تسمع فيا يا هبة؟ ترى كيفاش نجم نجاوبو؟ حل الميكرو نتاعك يا هبة، ترى يا هبة حل الميكرو نتاعك. باهي، يا طول شوف في ساعة حل الميكرو ونرجع لك. باهي، نرجع مع أحمد. ما هاي سي المشكلة. احمد، باهي، ترى كيفاش نحسبها هذه احمد؟ تحب ولا نحسبهاش؟ نحسبوه كيفاش ترى؟ تولي 14 على 1. تولي هذيك انت طفل هايل، خليني نكتب على واحد عشان نكتبها لك بلون اخر. باهي، من بعد 23 في 14 على ايوه 28 في 1. باهي، معقول. من بعد يا احمد، هاي بسرعة، ترى نحسب واحد ليه محسبوش؟ يبقى 2 على 1 نتيجة العاملين الأولين، في ماذا؟ في نجم نختزل العدد هذا ولا ما نجمش؟ نجم، نجمة أي يعني عندي هنا 14، 14 وعندي أو هنا شو يبقى لهنا؟ 28. شو يبقى تولي لهنا؟ تقعد 23 على 14 في واحد. لا، هنا ال 28 هي مش 14 في الاثنين، هي أيكسن يعني ناحية ال 14 هذه والفوقانية، يبقى 23 على 1. واحد معايا ولا ماكش معايا؟ معاك ولا معاك؟ وهيبة، هيبة شفت الحل الميكرو؟ بقى يساوي 2 في تساوي 23 اثنين على على واحد. 1 اللي هي يساوي تلي 46. 46. ممتاز جدا، هذه هي النتيجة النهائية، معناتها أصدر النتيجة نتاع العدد
اللي هو جذاء بيكون يساوي 46. 46. اي نعم، ايوه تمام. نشوفوا العملية الثالثة، في 10 قوة 5 5 على 169. في في 13 13 على 4 لا 64. في 256 على 10 قوة 3. 2. تفضل، كيفاش نبدأ؟ ترى سي أحمد ثم قوة خاصة نحكي كيفاش؟ مش بيه برا قوة، كيف نقوله 10 قوة 5 ماذا يساوي يا أحمد؟ 10 قوة 5 تجي 500. جي 500. كيفاش عملت العملية؟ 10 في 10 في 10 في 10. 5 مرات، اه أي 10 5 مرات نعودها جي 500، ليه؟ في نقدش جي أي هي يعني يساوي 100,000. 10 قوة 3 ماذا يساوي؟ بالعاني يعني نكتب، هم 10 قوة 3 ألف. مش تتذكر. أي يساوي 1000. صحيح، ما انا سيدي كيفاش نكتب الجزء هذا كله؟ ترى قول لي يا احمد. 100,000 على 169 في 13 في 256 نجم نحط الكل على نفس المقام اللي هو 169 في 64 64 في 10 في 1000 في 1000. باهي، واصل. هاي كيفاش نختزل العدد بتساوي الكسري هذا؟ اول حاجه شتين حاجه سهله اللي لازم نبدا بها، الاصفر، نختزل الاصفر نحتاج 3 أصفار. 3 هذوما وثلاثه هذوما، مش باهي؟ شو اخر؟ ولحظة ليه كهو؟ لا عندنا، كانت نتذكر مع بعضنا، كان تذكرني يا احمد بالباهي في اول الصفحه الاولانيه، تذكر هذه؟ لحظة ايوه، يلزمك ترد بالك منها مليح، يعني 169 يساوي 13 13 في 13 في 13. باهي، بالنسبه للي الاولاد، بالنسبة للأولاد اللي تويك دخلوا معنا في البلاتفورم، ينجموا يشوفوا في أول الباجات 1 و2، كيفاش بدينا تمرين عدد 1 وتمرين عدد 2 اللي احنا تويك مازلنا فيه. احنا تويك في السؤال رقم 3 في التمرين عدد 2. خلينا نشوف عماد. السلامة سي عماد. عماد مش معانا. عماد حل الميكرو بتاعك. عماد حل الكوتور متاعك. باهي، نرجع مع أحمد. باهي، هاي سي أحمد، بدناش نكتب لهنا، نعمل 13 في ليه 100 في 13 في 13 13 في 256 في 256 على 13 في 13 في 64 في 64 في 1. باهي تقنع باهي، صحيح. يعني شو يساوي هذا؟ هاي سيدي، لهنا قلنا ايش نختزلوا 13 اللي في البسط واللي في المقام، واحده منهم. باهي، ال 256 كذلك 56 جي 64 64 في كم؟ في 64 لحظة. اي هي 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 هي، شد في رايك صحيح. في كم؟ 64 في 4 في 64 ليه باهي، منجيش خلينا. باهي، شوف شوف،
شوف يا حمد، من غير ما تتربث، كيف نقول لك 64 في الاثنين قداش؟ 64 في 2 جي 128، اضربهم في الاثنين مرة أخرى. 256 في 4 ما أنا صحيت، صحيت يا هيل. معنى نكتب 100 في في 64 64 في في 4 4 على كم؟ على 13 في 64. 13 في 64. هايل برشا. طب شو نعود نختصر. نعاود نختزلوا، يعني 64 في البسط والمقام يبقى 100 في 4 على 13 اللي هي أربعة، 400 على هاي 13. وفات الحكاية. هذه هي النتيجة متاع السؤال متاعنا. باهي الحكاية هذه. يعني شفنا هنا القوة اللي نسيتها شوية، هنا ذكرناها كيفاش نكتب ال 169، كيفاش نكتب ال 256. هذوما كل الحكايات راهم مهمة برشا يا أحمد. لحظة بك، مش مقيد 256. باهي، يعني نكتب 64 في 4 يساوي 256. ديما هما جزئيات متاع اثنين، يعني هذوما تقراهم برشا في الإعلامية، لكود بيناري تسماهم. باهي، نواصلوا السؤال رقم 4. 75 على 24 على 24 في في صفر 0.066 66 في 1 على 243. 43. باهي، هاي كيفاش يساوي هذه؟ شو نعمل أول حاجة؟ نعمل 75 على 24 باهي ياسر. في صفر فاصل ليه ايوه، في 0.66 على 1. لكن كل عدد عشري نجم نكتبه على صورة عدد كسري، مقامه قوة لمئة. 66 في على صحيح. 66 في 1000 ليه في على 10. كما قلت لك في أول حصة، مثلا العدد بعد الفصل مش عندي من الرقم بعد ثلاثة. الفاصل، ثلاثة يعني نقسم على قديش؟ على 1000. يعني شو يساوي النتيجة متاع العدد هذين؟ 66 على 1000 صحيت، صحيت يا رجل. في 1 على 200. 43. يا سيدي أعطيني النتيجة، كيفاش ميتين نحسبها؟ ثلاثة 75 في 66 في 1 على باهي، 24 على في واحد، يعني على نجم نحط، خاطر أي قلنا الواحد هو عنصر محايد. باهي، على 24 24 في 1000 في في 1000 في 243. باهي برشا. واصل سي أحمد. أي يساوي باهي، نعاود نكتبها لك. ريت ديما اليساوي قدام خارج المضبوط يا احمد، ريتو هذاك ترد بالك منه، مش تكتب، خاطرش ندخلوا بعد ان شاء الله في درس مقلوب وقسمة عدد كسري على اخر كسري، يلزمك ترد بالك منه مليح مليح، خاطر فما فرق اذا كان نكتب خارج المضبوط فوق واللوطة وقدام اليساوي، راهو فما كتابات يلزمني نرد بالي منهم مليح ان شاء الله نشوفوهم في حصص اخرين. 24 في 1000 في في ألف 243 243. باهي، إذا ماذا يساوي؟ يساوي هاي 75 في 66. أول حاجة باش نجم نحسب، ما تشوفش العملية هذه كصعيبة، يلزم أول حاجة ماك عملت العملية القاعدة اللي كما تفهمنا فيها. تويكا نبدأ نختزل، كان ثم اختزال، بطبيعة الحال هنا يجب أن نقوم باختزال العملية. 66 و24 نجم نختزلهم. ال75 وال1000 نجم نختزلهم. واضح؟ و243 و243 شنو نلقى فيهم حاجة فيها الثلاثة الفوق لهنا. يعني ديما قبل ما تبدا تخدم العملية متاعك تشوفها شنو هي أحوالها. لهنا عندي 75 وعندي ال1000 وعندي 66 اللي يقبل القسم على 2 كذلك. ما انا شو نكتب طيب لهنا؟ أي أو شنو نعمل بالضبط؟ خليك ال75 على جنب طبعا، نشوفوا شنو حكايته. ال66 هدايا نقسمها على كيفاش 2 نكتب؟ صحيح، يعني يساوي 3، 36 يعني 3 في ال11، 3 في 11 ايه 33 في 2، ما هو هكا؟
أي يعني دي وكأني 66. أقوم بتفكيك العملية العدد، يعني 66 يقبل قسم على 2 33 يقبل قسم على 3 11، على 11 اللي هو عدد أولي يبقى 1، لوحدة 75 يقبل قسم على كم؟ قسمة الخمسة على 5. 25. ليه؟ أي 25 25 15 عفوا، ليه؟ ايه أي 15، على 15 على 5 يساوي 3. 5 3، يعني كيف هذا كان نبدأ ب 3 جي 5 قوة 2 هنا، يعني هنا نكتب 3 في 5 في خمسة في في 5 ستة. في لا، في 203، في 1000، في 243. باي في 243 باي. ال 75 هذيا توريت ال 243 هذيا نجموش نجموش نفكوه زاده، 243 نجم نفكوه، يقبل قسمة على كم؟ 3 يعني باي 24. ليه؟ 8 243 42 على باي. 3. لا، خلينا نشوفها تقبل. أي تقبل قسمة على 3 باي تجي. قدر 7 27 و20 باي، يقبل القسمة على 3 جي 3 9 جي 3 9 ويقبل قسمة على 3 جي 3. يعني 3 5 في مرات باي. لكن 75 كيفاش نفكوا زاد؟ قلنا هذا اللي هنا غلطة، هذا اللي فوق مش اللوطة، يعني 3 في 5 في 5، خمسة وال24 هي 2 في15 14، اي في 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 12 عاد مش 14 هي 12 ستة يعني في وعشرين 2 أربعة وعشرين هي اي في أربعة في 12. في 2 في 3 وما هوك لحظة. باي. طيب هاي يا سيدي توك وصلنا للي حاجتنا بيه، يعني 3 في 5 في في 5 خمسة في في 3 ثلاثة في 11 في 2 في 11 في على 2 2 2 في 5 في 2 في 2 في 3 في 1000 في 243. اللي هي 3 قوة 5، يعني 3 في في 3 في 3 في 3 3 في 3 باهي. نختزل تلك اللي حاجتي بيه، عندنا 3 كعدد في البسط والمقام، 3 في البسط والمقام، 2 في 2 البسط مقام. والمقام، وش يبقى سيدي؟ يبقى عندنا لحظة. 5 في 5 في 11 باي، يعني خمسة. 55 في 11 مشيو باش يبقى. البروف نتاعنا قلنا كي يجيبش تفكوا القومة نكتبوا ثلاثة، مثلا ثلاثة قوة خمسة نعمل ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. تقولنا هي مثلا كيما ثلاثة في قوة خمسة نعملوا أربعة ضرب لتا الكلام. عملت أشياء مش فاهمين. وين يا احمد تحكي على 243؟ ليه في الاختزال؟ في الاختصار نعم. طب في الاختزال لين الاختزال هاكا تجينا في غض نكبو ثلاثة قوة بس كيفاش فهميك بسيو مش حاب تقول تون نفهمك، مش حاب تقول تون نفهمك يا احمد. باش تسهل علينا. تقولنا باش ما تغطوش في القوة، مثلا نكتبو ثلاثة قوة خمسة نعملو أربعة ضرب مش خمسة. ما باش نفرق لا فوق. اعذر، اذا كان نحب نفكك راهو هكا التفكيك، ونكتب في اخر التفكيك 243 مثلا يساوي 3 قوت 5 خمسة هكا هو. لكن انا حاجتي بهك نكتب هكا علاش؟ على خاطر حاجتي بالاختزال في البسط والمقام، هذاك علاش يا احمد؟ فهمت؟ باهي، يعني تويكا باش نحسب العمليه، انا شنو الهدف نتاعنا؟ نحب نحسب بايسر طريق، ما حاجش باش نحسب على بعض، ولكن نحب نحسب ونختزل في كل طريق مره. يعني شو يبقى هنا سيدي؟ 55 في 11 شي شي 55 في 11 550 وزدهم 5 500. وزدهم 25 خمسة 500 خمسة سبعين صحيح على هاي سيدي. هنا عندنا 1000 خليها على كيكا، عندنا قداش 3 في 3 في 3 4 مرات؟ ثلاثة في ثلاثة في 4 مرات جي. هاي 81 أي أنا مش تعاملت معاه. في هذو مراه مش مع أي أنا غلطت، كله عملت جي خش جيت نقولك 12. هاي باي. يعني عندك هنا على 81 في 1000
واضح؟ في أربعة، وي نعاود نكتبها لك، أربعة في 81 في في 1000، ماذا يساوي النتيجة؟ عندك أول حاجة لهنا نجم تقول لي مسيو عندنا الألف هدايا نجم نفكه باش نختزل الخمسة منهم هذا، بعدها يولي هدايا خمسة في كم؟ خمسة خمسة في 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 225. لا لا، خمسة في 200، هذه وهذه أربعة في صلح 225 تولي. أربعة يا سمحت، أي مثلا، لكن حاجتي بالخمسة أنا وباهي، وعندنا الخمسة هذه نزيد نختزلها بال200 هذه ويبقى تولي خمسة في كم؟ ال200 هي خمسة في كم؟ 205 في 250 في 40 ولا؟ راح اي في 40. باهي، يعني نختزل الخمسة هذه ويبقى 40، ما في عوض ما نكتب 575 على العدد 70 هذا كله، شو نكتب يا سيدي؟ نكتب 11 نكتب على 11 اثنين في اثنين أربعة، في أربعة في 3 81 84 في 40، فهمت هكا الحكاية؟ فهمت. ولعبتك تويك عاد تولي العملية سهلة، يعني نولي نحسب كيفاش؟ نعم، 40 في 4، 40 في 4 لا بالضبط 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 هكيكا. يعني يساوي 11، ونعمل العملية العمودية نتاع العدد هذايا، نلقى نعم، 4 نعم في 40 أربعة، أربعة ايش؟ في الأربعين، أي اي يجي 160. 160 في 81 يجيو 12960، هذه هي النتيجة النهائية نتاعنا. نهائي. باهي، واضحة فهمت الحكاية هذوما يا أحمد بالباهي؟ باهي، نتعداو تويكا للدمين عدد 3. مسيو، وي نمشي نجيب دبوزة ونجي. برا برا مساج نجيت مسيو. عسلامة سيدي، مرحبا بك. باهي، هاي سيدي، تمين عدد 3 انشر ثم احسب العبارات العددية التالية. تعرف مبدأ النشر كيفاش ولا يا أحمد؟ أيه باهي، يعني كيف نقولوا تراخ نعاودوا ليه ليه، عندما نقول نشر أ في ما بين قوسين ب مع سي، ب كيفاش ننشر العبارة هذه؟ تولي أ في ب مع أ في سي. ممتاز جدا، هاي سيدي، منا على هذا المبدأ، شنو نبداو تمين عدد
سؤال رقم واحد. ما يا سيدي، سؤال واحد شو يقول؟ خمسة على اثنين. خمسة خمسة على اثنين في سبعة على أربعة مع ثلاثة مع ثلاثة على اثنين. 7 على 4 مع 3 على 2، هاي اه مع يعني قديش؟ مع على 16. هاي ترى قول كيفاش ننشر يا احمد؟ ترى خمسة على نحسب النمرة كما عادي يا بالكسر. نعم، خمسة يلا. على اثنين، خمسة على اثنين في سبعة على أربعة مع خمسة على اثنين في ثلاثة في ثلاثة على اثنين نواصل مع 11 على 16. به ديما. كيف تكمل؟ خلي ديما العملية كما هي، تمشيش تخلي حد لهنا وتقف. ليلة صحيح راهو اللي عملته لهنا صحيح، لكن ما تقوليش مسي ونسكت، لا يلزمني نكتب العملية كما هي، يعني مع 11 على 16. نكملها. واضح يا احمد؟ اي فوالا، كملها في كل مرة. ها به نواصل سيدي تويكا. ماذا يساوي؟ خمسة على اثنين، خمسة على خمسة في سبعة على اثنين على أربعة في أربعة. به علاش ما قلتيش نحسب هذا مع هذا مثلا من الاول؟ خمسة على مثلا نسأل فيك، انا نحب نسأل ما ثبتش علاش فيها ما تقوليش الخمسة. مسام. لا لا لا، انا نسأل فيك بالعين، نحب نشوف حاجة في عندك نحب ناخذها، فهمت؟ كيف نقول لك علاش مثلا نقول لي مسيو راهو عندي كذا وكذا. علاش نسأل فيك انا، نعاود لك لا السؤال، علاش ما نحسبش 7 على 4 مع 5 على 2 من الاول؟ ترى قول. أصحابك كلهم عندهم نفس المشكلة في الميكرو يا أحمد، أنت كهو الميكرو بتاعك مريقل أو هذا. صح عليك. هاي بري راح كيكة مسيو عملت كيكة، حبيت نعمل كيكة. باهي. شوف، تذكر مع بعضنا في وقت اللي خدمنا ضرب وجمع وطرح الأعداد الصحيحة الطبيعية، قلنا عند إنجاز عملية بها ضرب وجمع فإن الأولوية لمن؟ ضرب صحيح. من هنا ديما يلزمني نخدم الضرب قبل الجمع، ونخدم الضرب قبل الطرح، ونخدم القوسين قبل الضرب. تذكرهم هذوما كلهم يا أحمد ولا؟ تذكرهم كل. باش بصوتك بعد تويكا يا أحمد. أنا رحت طبعا هاي هاك تركي ألو صوتك قرب. وي هيك تسمع بيمشي. باهي طيب، يعني باهي. ما انا كيفاش نجم نشوف هالحكاية هذه يا احمد؟ يعني خطر الضرب الأولوية للضرب. اي يعني كيفاش نحسب؟ صحيح خمسة في سبعة صحيح خمسة عليه اثنين في أربعة صحيح هاي البرش واصل مع خمسة، خمسة على ثلاثة على اثنين في اثنين. مع 16 على 11 مع 11 على 16 هاي البش مع 11 على 16 ب يساوي يساوي 35 على 8 مع 15 على 4 مع 15 15 على 4 4 مع 11 على 16 11 على 16 16. ب كيفاش نحسب المجموعة هذه تويكا؟ ترى خلينا نشوفه. يوسف، يوسف معانا؟ يوسف حل الميكرو بتاعك. ايه اصحابك الكل يا احمد بالحق ميكروهاتهم ما يخدموش، انت كهو ميكروكم بتاعك مريقل، انا رجعت لك حتى انا. باي هاي يا احمد يلا. 35 مع 35 مع ايوه 15 مع 11 ايوه الكل على على ايوه 8 مع 4 مع 16.
ورد بالك من الحكايه هذه، راهو أترك. الحكايه هي غلطه 100%. شوف، وقت اللي يظل عندي مجموع اعداد كسريه يجب ان نقوم بتوحيد المقامات، مفيش كلام هذا. ولاحظوا ان جميع حدود هذه العمليه، هذا الحد الاول، الحد الخامس فيهم مع هذا الحد الثاني، هذا الحد الثالث، جميع حدود هذه العمليه لها مقامات مختلفه، وبالتالي وجب علينا ان نقوم بتوحيد المقامات، مقامات. مفيش كلام. واضحه الحكايه؟ نسيت هذه ولا هي ذكرت؟ تو ذكرت. به يعني لهنا ما تقوليش 8 مع 4 مع 16 اللي رد بالك. لهنا كيف نقولوا فما قاعده لنتذكرها، قلت لي نقولوا A على B على مع بي C على B، شو يساوي هذا يا أحمد؟ مع سي على بي أحسنت. علاش خاطر نقولوا على B؟ على خاطر عندي نفس المقام واحد. المقام. إذا كان عندي بي ودي لازم نقوم بتوحيد المقامات. ما أنا في سيدي كيفاش نوحد المقامات العملية هذه من غير ما نقعد نكسر في راسي، ترى؟ ألو، ميكرو كذا يا احمد. الميكرو يقطع. اي حاولوا بالله الاولاد الكل شوفوا ميكرواتكم باش تكون الناس الكل تشارك معايا، معناتها ما نحبش احمد هاو يشارك ولا فلان الفلاني يشارك هاو. هاي احمد، هاي كيفاش مانا لهنا سيدي؟ نعم، مش واحد المقامات. باهي صوتك بعد يا احمد. الاكل اسمع هاك قريب صوتي. هي صوتك تبيك يا حمدين. 35. نعم، مش من واحد المقامات. تو واحد المقامات يا حمود. 35 في 4 مع 15 في 8. وي حمود، تسمع صوتك فيه مش مشكلة؟ باهي حمود، ولا مشكلة هاك في مش تسمع. الميكرو هذوما؟ مشكلة باي. نرجع مع أحمد. امشي. عاود وي تقص حمود، الرخ. هاي هاي 35 في 4 قلت لي، باي، وقلت لي 15 نضربها فيش 8 باهي برش. غلط ولا صحيح؟ باي شوف يا أحمد، وقت اللي نحبه نوحدوا المقامات، صحيح نجمو هذا نضربوه في 4 وهذا نضربوه في 4، هذا نضربوه في 8 وهذا نضربوه في 8، ولكن شوف عندي مقامات 3 أعداد الحدود هذوما كلهم نجمو نكتبوهم على صورة عدد مقامه 16. لو 8 هذا في الاثنين مش يولي 16، الأربعة أربعة في هذا في الأربعة الأربعة 16. 16. من إذا كان نضرب عدد هذا في 2 شي زمين نعمله البسط هنا، نضربه في 2. صحيح، من هذا في 2 وهذا في كم؟ في 2. لا يعني في 4. في 4 أربعة، رد بالك. أيوة، يعني شو سوي إذا أنت النتيجة هذه؟ تولي 70 في سبعين على 70 على على 16 16 مع 15 في 4 مع 15 في 4 60. 60 60 على على 16. على 16 16 مع 11 على 16. صحيح. هكا تو نحسب مجموع عدة أعداد كسرية مقامها 16، إذا نكتب على نفس المقام اللي هو 16
ونجمعوا العدد المفروض، نعملوا العدد المفروض نجمعوهم ونحسبهم يعني 70 مع مع 60 60. قلتك في القاعدة هذه مع 11. 70 و60 يجيو 130 و11 141 على على 16. 16. 16 واضحة سهلة الحكاية هذه. باهي واضح. تعدوا للسؤال الثاني. 3 على 2 على 2 في بين معقفين 4 على 3 إلا بين قوسين نص نصف مع 0.25. باهي برش. بالعاني جبت لك السؤال هذايا ليك ولصحابك الكل، علاش نحب نشوف حاجات. نتذكروا يا أحمد من بعضنا أنه إذا كان عندي 3 أعداد صحيحة طبيعية وإلا حتى أعداد عشرية، كيف نقول آه إلا ما بين قوسين بي مع سي، ماذا يساوي؟ أتذكر. يساوي A إلا B أيوه. مع A إلا C لا. إلا آه A. إلا بي الا سي اكهو، هذه هي تحطها في مخك وما تنساهاش حتى انك توصل بعد الباك. باهي على خاطر اذا كان عندي اه الا ما بين قوسين بي مع سي، نطرح الحد الاول اللي في القوس من اه ونزيد نطرح منهم من العدد سي. باهي فهمتك. معنى واضح. اذا كانت صادفة العملية كما هكا نجم نحسبها كما كيكا كما هكا راهو، والا اذا كان انت تخدم العملية على قاعدة صحيح أشو نعمل سيدي؟ ترى 3 على 2 في كم؟ قلنا أنشر ثم أحسب. في 4 على 3 إلا ثلاثة إلا على اثنين في كامل القوس اللي هو 1 على 2 مع صفر مع فاصل خمسة وعشرين. 25. ليه؟ نجم نختزل العدد الكسري الأولاني هذا على خاطر الأولوية للضرب، يعني يساوي لهنا يبقى 2 معايا ولا ماكش معايا؟ معاك يعني شي يبقى في هذا كله؟ يقال 2 على 1. 2 ما هك؟ إلا ها يا سيدي 3 ثلاثة على على 2 اثنين أيوة في في 1 على 2 مع 0.25. ها؟ 1 على 2 هاي؟ على مع 25 على 100. باهي لكن عندي الإلا هذه هذه معناتها هذه كلها نحطوهم في معقف مع 3 على 2 في صفر فاصل خمسة خمسة وعشرين وعشرين. ها يا سيدي نحسب 2 إلا كم؟ 2 9 على 2 في 3 1. على 4 ما هك؟ مباشرة أيوة. توا احنا تعلمنا الضرب ب مع ماذا؟ مع 1.5 واحد على 2 3 على 2 هذيك هذه حسبناها توا، 3 على 4 حسبناها، 3 على 2 في 1 على 2 يساوي 3 في 1 على 2 في 2، معايا ولا ماكش معايا؟ معك ب يعني 3 على 4 هذا كله معاه ماذا؟ مع 3 على 2 اها في 0.25. قداش 0.25 يا احمد ترى؟ 25 على 100. باهي كيف نقول لك 250 شو تمثل بالنسبة ل 100 فرنك؟ 250 ال 25 فرنك شو تمثل بالنسبة ل 100 فرنك؟ ربع يعني 3 على 2 في في 1 على 4 راه زيد مباشرة، نحبك توك تخدم مخك. 3 على 2 في في كم؟ في 1 على 4 سدس تيجي؟ سدس لا لا 3 على 2 في 1 على 4 قداش يجيو مع بعضهم معناتها؟ 3 على 4 3 على 8. حياتك يا حبيبي. ساعات راهو ساعات راهو مش لازم كل شيء نكتب بستيل ورقه، ماذا بينا نكتب ساعات حتى بمخاخنا. باهي هذا يسمى حساب ذهني. اشو نعمل تو في العمليه هذه حمود؟ نحسب البناء 2 المعقد الا صحيت ما بين معقفين، شو المقام 1 ولا على ليه 12؟ نسمو نعمل رسمة. ها؟ لا نحط المقام 16 مو واحد. المقام واحد 16. باهي اعطيني المقام واحد يا حمود. ثلاثة ثلاثة على 4 في 4. باهي شوف يا احمد بالعاني انا راهو نجيبهم العمليات كيما هكا نعتمدوهم مع الدروس نتاعنا، ولكن بالعاني نجيب فيهم توحيد المقامات هذه على خاطر من جهه قعد برشا مديده وما قريناش يعني
تنسى ومفيد برشا، خاطر حشنا بيهم برشا في الويتيماني هذوم. يعني اذا كان تو تركسيهم بالباهي بالباهي، تلقى روحك العام الجاي جديد ان شاء الله، تلقى روحك او نيفو مع تلاند اصحابك الكل وخير منهم كان نزل. لهنا كيف نجيو لواحد المقامات صعب على روحك. شوف ماشي مقام موحد هنا، انا هو المضاعف المشترك الاصغر ما بين 4 و8، اصغر ثمانية مضاعف 8. انا الاربعه دي نجموش نردوه 8، النجم نحن نكسر في على 4 في 2. صحيح في البسط والمقام، مش كله، مش أي في العدد يعني، في البسط هذا ويقام وفي المقام. يعني ماذا يساوي 6 على 8 6 على 8 على مع ثمانية 3 على 8؟ على النتيجة سيدي يعني باش نكتبها هنا ميساج، خاطر هنا ما عنديش فراغ نكتب كان النتيجة، يعني 8 يساوي 2 إلا كم المعقف هذا، إلا 9 على 8. معايا ولا ماكش معايا؟ معاك عندي عددين لهما نفس المقام كما عملنا في القاعدة اللي من أيوة قبيلة، أ على بي مع سي على بي، ريتها هذه أيوة اللي بالأحمر آه ريتها وكاف عارفة أي هذيك آه اسمها. مع باهي اش يساوي تو النتيجة؟ 2 مع 2 إلا 9 على 8. باهي زعما عندك الحق في كلامك هذا يا حمودة، ما نتصورش كلامك صحيح، راهو راح زيد ركز شوي. نجمو مشيو نعملو 2 على 1. صحيت مش نجمو، يلزمنا نعملو. باهي على خاطر هنا يلزم، هنا عندي كما الطرح كما الجمعة، راهو يجب أن نقوم بتوحيد المقامات. يعني هنا هذا فاش نضرب أخويا، هذا في نضربو 8 وهذا وذاك في في 8، 8 يعني شو يساوي 16 على 8؟ 6 8 إلا 9 على 8 النتيجة مباشرة قداش يجي؟ تجي 5 5. يا رح 6 على 8 ليه؟ زيد ثب 7 على 8. صحيح، هذيك النتيجة النهائية نهائي بتاعنا. ايوه باي. واضح. السؤال بي تويكا فكك ثم فكك أحسن. ثم احسب العبارات. هاي سيدي ورد بالك من التفكيك، خاطر حشنا به برشا ان شاء الله في بعد العبارات الحرفية. باي في 11 على 25 مع مع 5 على 4 في 11 على 25. نص السؤال يقول اقرأ فكك ثم أصب العبارات العددية التالية. بيه. كيفاش نحسب العبارة هذه؟ نريد التفكيك، تعرفش ما التفكيك ولا أحمد ساك؟ أي نشر مثلا كيف في الصفحة اللي فاتت أي عملنا نشر من التفكيك ده هذا النشر، كان تذكر معايا هذا أي يسمى النشر النشر، وذكر التفكيك وعكس النشر هو تفكيك التفكيك. أحسنت، ممتاز، هذا يسمى تفكيك. ايش معنى تفكيك يا حمودة؟ تفكيك ما تبغى مش نختصر النشر يعني هي باهي، او شنو نقولك ايش معنى التفكيك باش انت ما عادش تنساها الجملة. قلت لي ظل عندي عبارة فيها حدين او اكثر من حدين، باهي معناتها هذا يسمى الحد الاول ا في ب، هذا الحد الثاني ا في سي. الحد نجم بنفرق بيناتهم بالمع، باهي يجب أن يكون لنا عامل مشترك في مشترك كل حد، عامل الآه مشترك الآ اللي هو العامل الآ، المشترك هو شنو ضرب صحيح العددين عندكم في قوسين، باهي ياسر صحيح هيك هو صحيح. ما يا سيدي يلزمك تطلع لي العامل المشترك، شكون العامل المشترك في كل حد لهنا؟ الحديث زيد لحدش ثبت خمسة مليح، وعشرين صحيت يعني 11 على 25 في ونحل قوسين ونكتب فيهم باقي العملية اللي هي 34 على 8 مع ايواش 5 على 4. مع 5 على 4. باهي انا لهنا حمودة كلامك صحيح ومزيان وما عندي ما نقول، ولكن لهنا نجم نزيد نسهل على روحي العملية ونقول لك راهو فما الأربعة في المقام مثلا نضرب في 2
طولي 10 على 10 على 8. يهمنيش فاهم. لا ماكش فاهمني. لهنا قلت لك ريت المقام 4 هذا والمقام 8 هذا نجم نطلعوا زاده، هو عامل مشترك مع ال 11 على 25. مش معناتها كيف هو كيف؟ كلام هذايا اللي احنا قلناه هذا صحيح وما عندي ما نقول فيه، الكلام هذا كله صحيح وما عندي ما نقول فيه، ولكن نجم زاده عارف نعاود نخدمها بطريقه اخرى. خلاها هذيك نخدمها ودي نخدمها بطريقه اخرى. نجم نقول لك 34 على 8 يمكن كتابتها مش بيك ميكروب ماش بيه قصبة الرخرة تل عاود صحيح يا قسم احمد. الرخرة. عاود قسم الرخرة. اي هي قلت لك هنا نجم نشوف زيد الاربعه كعامل مشترك مع 11 على 25. يقول القائل كيفاش هوك ال 34 على 8 نجم نتبعها هكا 34 على 8 على اي هي هي 2 في على 4 في 4 عندنا الحق ولا ما عندناش؟ عن عندنا في 11 على 25 مع 5 على 4 في 11 على 25. شوف كذلك شنزي ونقوله راهو حتى الأربعة هذا نجم ندزه مع العامل هذا. مش معناته معناته نكتبه على صورة 34 على 2 في 11 على 4 في 25. موافقني للرأي ولا ماكش موافقني؟ موافق أم ما فهمتش بقدر نمشي ما فهمتهاش هذه. اه باهي شوف من غير ما تقعد تكسر في راسك برشا. هاي تعرف شنو عاودها؟ 34 على 2 في 4 في 11 على 25. طبق لي القاعدة نتاع ضرب عددين كسرين. نعم 34 ايش؟ 34 في 11 2 على في 4 في 25. ما هك؟ اوكي باهي. طب هيك نجمش نقول راهو هذا كيف كيف يساوي 34 على 2 في 11 على 4 في 25. النجم نجم معناتها كان الضرب، يعني انا قاعد نلعب على الضرب بقى هو كيف نقولوا ا على ب في سي على دي يساوي ا في سي على ب في دي. نحب ناخذ ا في دي نجم راهو زاد ها ا في دي والبي في سي نجم، يعني كيما نحب انا ناخذ العددين ناخذهم. معناتها هنا مش فايده اني نلقى 11 على 25 فقط، لا نجم نلقى الاربعه زادها في المقام في المقام لهنا في الحد الاول صحيح مثلا. هي 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 واضحه فهمت الحكايه هذه يا حموده؟ يعني هنا نجم نقول مع نواصل العمليه نتاعنا خمسه مع 5 على 4 11 على في 25. 11 على 25 باهي. طيب هيك شنو ناخذ كعامل مشترك حسب رايك حموده؟ ترى فهمت باهي يلزمك تو تجاوبني. ترى شو العامل المشترك؟ العام مشترك 11 و25 11 على 4 في 25 وهنا 11 على 4 في 25 ريتو باك. يعني نكتبك على المشترك 11 على 4 في 25 قداش 4 في 25 حمود؟ 25 مي 11 على مي صحيح في شقة في الحد الأول 34 على 2 2 هاي مع مع 5 على 4 رد بالك شبقاه من الحد الثاني بكله حمود 5 برك 5 برك هيك هو فات الحكاية مع 5 فهمتها؟ فهمت حتى ونرجع خدم لهذه عايش اي هي خاطر ما انبسط نحكي في المقام اي هي هي صحيح كلامك صحيح باهي. تو هيك يساوي 11 على 100 في راح اعطيني العمليه الذهنيه هذه 34
34 على سنين، اي قديش مع 34 10 على على سنين 2؟ جي 6. تكش هاي مشيه قديش مجموعة هذيا من غير ما نقعد نكتب بستيلو؟ 34 على سنين مع 5 اي ب 34 على سنين ليه 17. تبغاش تحط هذا على واحد ونضرب في البسط والمقام في واحد في اثنين؟ مع 10 صحيح مرتين. اي يا حمودة وين مشيت؟ أنا هاي مشي خطر ما فهمتيش. 34 على 2 مع 5 على 1 ولا نضرب البسط والمقام في 2 باش يولي عندي نفس المقام 2 لهنا و2 لهنا، عندي جمع خاطر يلزمني نوحد المقامات، يولي 34 مع 10 يعني 44 على 10. واضح ولا مش واضح؟ واضح. نجم نختزل العدد هذا يزيد اي يو نجم سي حط بين 22 تي. اي في حديش 22. 22. النتيجة ماذا يساوي؟ حديش على 122. يعني قداش يجيب؟ حديش يعني 0.1. جي 0.1 طيب 121 في الاثنين على 100. 100 علاش قلت 121؟ على خاطر خاطر الحديث 22 هي 2 في ال11، فما حس باب يا احمد كان تخليه رايض باب. 11 في 22 يا احمد هي شنية؟ هي 11 في 11 في 2 ولا 22؟ باهي، وكيما هاش نرجع لك سيدي من اول حصه، ها ريتك ال 121 هذه 11 في ريت 11. ريت كل اللي استعملناهم بريسك ريتها معهم طيب كل كنا اللي يلزمني استعملنا. رد بالي منهم. اي ديما ترد بالك منهم، هذوك كل تويكه اللي كتبتهم لك انا الكل عاود تحطهم قدامك وثبتهم مليح في اوراقي ولا في كراسه عندك. اذا اي ماذا انا يساوي هذه؟ قيدتهم كل. اي باهي صحيح، يعني ماذا يساوي النتيجه هذه؟ يساوي 242 على 100 اللي هو ماذا يساوي؟ حد ينتبهوا على صوره عدد عشري شو يساوي؟ 0.242. عرفتك تغلط راهو، خاطر نحس كوليت ماكش مركز، يا تراه ركز لي بالباهي يا بطل. إذا كان نقسم على 100 يعني يلزمني نوخر الفاصل بمرتبتين، الفاصل الأول ده لهنا يا أحمد. مرتبة 2، معناها شو يساوي؟ 2.42 صحيت يا رجال. هذيك النتيجة النهائية. نهائي. العملية الثانية 81 على واحدة 2 اثنين إلا 45 على 2 على في في 7/3. يا سيدي ديما واحدة نفس ثمانية السؤال، سنقوم بتفكيك هذه العبارة العددية ثم سنقوم في مرحلة ثانية بحسابها. أعطيني العامل المشترك وطلع ماذا بك كل العوامل المشتركة في كل الحدود يا أحمد. رأى عندنا اثنين في المقام المقام ليه؟ و لا عنا برشا حاجات. خمسة وأربعين ريت هذه 81 شنو مشيو؟ ريت 45 وال81 ذوكم زاد فيهم عوامل مشتركة أو كيفاش؟ ال81 هي 9 في 9 ولا؟ باهي عندك الميكرو بعد زاوية. إلا 9 في 5 على 2 في 7 على 3. ولاحظوا أنه لدينا عامل مشترك نجم ناخذه 9 على 2 هذا وهذا، يعني يساوي
تسعة على اثنين كعامل مشترك في تسعة، يبقى في الحد الأول تسعة هذا بتبيع على واحد يقعد تسعة، إلا هذه هي هذه خمسة في سبعة على ثلاثة. مشو تسمع فيا؟ نسمع فيك حمودة. الميكرو قص في الرخر. اي برسك صاحب الكل اللي عنده مشكلة يطلعوا لي انهم عندهم مشكلة في الميكرو. ما ينسرش، راح احاول بعد لي رجلهم بالباهي. يعني يساوي 9 على 2 تسعة على في اثنين اي ترى حسب لي يدك تسعة إلا خمسة اي إلا خمسة تسعة إلا خمسة دي أربعة ايوه أربعة في سبعة على ثلاثة. ايواش انت وليت معش مركز معايا يا حمود. تقولي أربعة في سبعة على ثلاثة. غلط يا حمود. مالك اوش يا سيدي، هنا ترد بالك مليح. عند انجاز وهبطتهم في الدروس هذوما، انا هبطتهم في دروس الضرب والقسمة اللي عملتهم مع بعد يمدوه لكم. عند إنجاز عملية بها ضرب وجمع وإلا طرح، فإن الأولوية لمن؟ للضرب. إيوة ما دوب بتعرفها، يعني إيش بك ما أيوة قلتها إيش؟ يعني تسعة إلا خمسة في تسعة. سبعة يساوي 35 على 3. ترد أيوة بالك، الضرب قبل الطرح والضرب قبل الجمع، يعني لهنا يلزم نعمل هكا اول حاجه. ثم شيء مرحله ثانيه يلزم نعملها، 9 على مرحلة 2 في في اش خمسة نعمل هنا؟ يجب ان نقوم نعمل بتوحيد مقامات. المقامات. ترد بالك عندك مرحله اثنين مهمين وما جبنيش عليهم بسرعه، كنت يلزمك ترجع روحك شويه فيهم الحكايات هذوم. يعني هنا على واحد يعني في ثلاثه وهذا في ثلاثه، يبقى يا سيدي 27 كام؟ 27 على 3 ايوه إلا هذا 35 على 3. تسمع فيا؟ شو تسمع فيا؟ وي حمودة. قص من الرخ باهي هذا المفروض حمود، هذه حطها مع ب هذه مع، مش إلا هذه، باهي هذه مع، ب لا مش هذه، هذه مع 35 على 3. ونحسب العملية، يعني 9 على 2 في قداش في المجموع على هذا خمسة سبعة 27 مع 35 جي قداش يجي؟ اثنين وستين 62 62 اي 62 على على 3. الدفع. باهي النتيجة النهائية 9 على 2 تسعة في على اثنين في 60 62 على على 3. على ثلاثة. كون واحد واحد مسيح. نوحد المقامات لهنا. ايه كيفاش نوحدوا المقامات؟ اي الطريقة مش تعقبيل. الطريقة بتاع قبيلة ما قلناش، قلنا إذا كان عندي جذاء عددين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام دون أن نقوم بتوحيد توحيد المقامات. يعني هنا مش في ايوه حاجة واحد المقامات، في الجمع أي، في الطرح أي، لكن في الضرب ما نوحدش المقامات يا حمود. نعمل 9 في 62 صحيح 9 في 62 على 3 في 2 على اثنين على في ثلاثة. 3 في 2 في 3 ولا 3 في 2 ضرب، هي عملية تبديلية. 9 في 62 نحسب عليه، تسعة كيفاش في اثنين نحسبها وستين ذهنيا؟ نحسبها لي ذهنيا، راهو ستمية الحساب وعشرين الذهني إلا 62 غدي وليت مريقل انت. صحيح 620 مية الا ست 558. صحيح
على على 6. 6. حبيتك تزيد تختزل قبل ما تحسب يا حمود. ما ريتها نعم. هما 62 و2 أه؟ يزمين نختزلهم باش ديما الخدمة دي سهل أكثر. والتسعة والثلاثة هذوما زاد كيف كيف وكل شيء. ها أي ما نحبكش تهرب شوية، ما نحبكش تتعب. مثالش احنا راهو كنا الناس كل مرتاحين، طب يلزمك ترجع بالباهي. هنا عندي أي التسعة والثلاثة هذوما يلزمني نختزل، مش يلزمني هو لكن محبذ باش من العملية ما نطولهاش. عندي هنا 62 وهنا عندي 2، هنا 31. 31 في 3 يساوي 93. 91 ما 93 النتيجة النهائية. هذيك النتيجة من غير ما نقعد نكتب كي من هكا. باهي باهي. يا سيدي نواصل العمليات. 13 على 2 مع 169 في في 7 على 2. هاي ترى هنقول لك كم هف ترى كيفاش. نقول 169 13 في 13. يا ودي صحيت هكاك نحبك. باهي يعني عندنا انا 13 على 2 مع 13 13 في 13 في 13 على 2 في 7. كيفي؟ ترى ايوه ال 169. شوف حمودي في 7 على 2، انا بالعاني حبيت نكتب لك هكا باش انت تقولي شنو هذا يمسو، لكن نعرفك تبقى انت على حسب ما بيت نفهم فيك انه سهله عندك الحكايه هذه. او علاش ال 169 هي 13 في 13 متفقين بعض السبعة على اثنين، ما هك نجم اي نكتبها على صورتي انا حاجتي ب 13 على اثنين. كريتني شريت هذا قاعد نخرج وحده، ريتو انا نحب نخرج لهنا وحده، فهمت. يعني من هذا نحب نخرج 13 على اثنين. اشو نعمل؟ نكتب ب 13 متاع هذي في في 13 متاع13 هذي على اثنين ونخلي السبعة 7 و1 وحدها واثنين مع نجيبها لهنا. الحق 13. حكاك انه اللي تبرزت العامل المشترك اللي هو 13 على 2 في كل مرة، اه في الحد الأول وفي الحد الثاني. يوم اللي نرجع نختم العملية متاعي بكل سهولة 13 13 على في 2 اثنين في في، نفتح القوسين شو يبقى من الحد الأول؟ من الحد الأول قعد 13. لا ما بقاش 13 على 2، أنا خذيته 13 على 2 هذا كل خذيته ترى في الكرسور ولا؟ أي 13 على 2 كل اللي خذيته. اي بس مش يبقى اذا كان ناخذه بكله نخطب كله. يبقى حد شيء، ما هك اه اكل حد شيء هذاك قديش يبقى؟ واحد ولا يبقى صفر حسب رايك؟ راهو واحد عدد نظر صحيح. ترد بالك راهي حكايه هذه مهمه ومهمه ومهمه للغايه. هنا يبقى واحد ورد بالك مش يبقى صفر. نعودها للمره الالف لكل اصحابك، راهو لهنا كيف ناخذ 13 على 2 كله يبقى واحد. علاش؟ على خاطر نجم يلزمني نكتبه هكا في واحد هذا، اذا يبقى واحد على اي عدد في واحد يساوي نفسه. واحد هو عنصر واحد مع ماذا؟ مع ال 13 دي 13 في 13 في 7. 13 في 7. 13 في 7 قداش يجي وحمودة؟ 13 في 7 جي 81. صحيح. يعني في واحد مع 81 يجيو 82. معناتها الأولوية للضرب قبل الجمع. شو نعمل هنا باش نحسب النتيجة حمودة؟ نعم 13 في 82 على 2 في 1 في 1 مثلا. اثنين. أنا مانيش موافق الرأي كيف نحب نحسب، هو كل حد كيفاش يحب يحسب، لكن أنا مش موافق. صحيح العملية لكن مش موافقك. أسهل برش، شو نعمل؟ اختزلوا. شو يبقى لهنا؟ واحد واربعين. 41 صح. على 13 في 41. قديش؟ 13 في 13 41 في 41 في صح. 41 13 في 41 قاوهم 533. فهمت. أعمل العملية العمودية 13 في 41 أعملها، 41 وإلا أعمل 10 في 41 يجي 410.
410 وزيدهم 3 في 41 410، تسعة ها؟ وأربعين، مية واثنين عشر، أي 123 123، يجيوا 533، فهمت كيفاشهم؟ فهمتك، المؤسسة واصلة. 45 على 2 في 7 إلا 18 ماذا يساوي؟ كالعادة نفس السؤال، نريد أن نقوم بتفكيك هذه العملية ثم حسابها في مرحلة ثانية. لهنا نشوف أنه عندي 9 اللي هو عامل مشترك اللي هو ماهوش مبرز، يلزمني نبرزه، يعني يساوي 9 في 5 على 2. يمكن كتابتي هذا العدد على صورة 9 في 5 على 2 في 7 إلا 9 في 2. العامل المشترك في كل حد هو 9 لهنا ولهنا، يعني يساوي 9 في 5 على 2 في 7 كعامل من الحد الأول هذا، إلا نكتبها 2 من الحد الثاني. هاي نرجع لك سي حمودة. هاي سيدي، إذا ماذا يساوي؟ 5 في 7 35 إلا 2. إيش لازمني نعمل هنا باش نحسب النتيجة؟ نشر ننشر عند إنجاز عملية بها ضرب وقياس، فإن الأولوية لمن؟ القوسين. القوسين 9 في 35 على 2 35 على 2 إلا 4 على 2 ماذا يساوي؟ 9 في كم؟ 9 في 35 إلا 4 جي 31، 31 على على 2. صحيح. نتيجة نهائية 9 في 31 على 2 هذا شي يجيو النتيجة النهائية 310 إلا 31، لا جي 279. صحيح، هذه النتيجة النهائية. ثم تعلقوا بالسؤال الموالي، التمرين الموالي. هذه العملية هذه كانت تحب تقيدها ونعملها وعملها وحدك كحمودة، سهلا فيها حد شيء. باهي كيف كيف، هنا شنو نلقاو عام مشترك هنا 93، هذه 0.93. شديك انت يسبك انت تولي 93 على 100. صحيح 93 على 100، ومن بعد 93 هذاك النجم مكتوب على صورة 3 في 31 اي اي، وانا عندك ال 31، يعني تختار العام المشترك في كل مرة وتلقى النتيجة. باهي باهي. عايز نتعداو التمرين عدد 4 يزينا من التفكيك. ضع قوسا في المكان المناسب تصبح المساواة صحيحة. هاي سيدي عندنا 1 15 عفوا مع 1 على 2 في 0. قاعد تحس في روحك بديت ترجع بالباهي حمودة ولا؟ باهي. هاي سيدي قالك فهمت السؤال ولا ما فهمتش ساعتك؟ فهمت. في الحظ القوس باش تولي فين نحطوا الحول القوس باش تولي المساواة هذه، حاجة الأولانية والحاجة الثانية متساويين. صحيح. كيفاش تعرف؟ هاي سيدي قبل ما نحط القوسين، قبل ما نحط القوسين الأولوية لمن في هذه الحالة؟ بالضرب.
يعني باش نحط صبعي على النتيجه هذه، معناتها مني شرح. شوف كان الطرف الاول تاع الموسم هذا يسمى الطرف الاول، هذا يتسمى الطرف الاول. اذا كان الاولويه للضرب قداش النتيجه؟ شو تفوت الواحد على اثنين ولا ما تفوتش؟ باش تفوت يعني شو يساوي 15 مع واحد على اثنين؟ ما هو هكا هذا صفر. معناتها اذا كانش نحط القوسين لهنا راهو غلط. باهي، ما انا وين يلزمني نحط القوسين باش تولي المساواه صحيحه؟ نحطوا 15، نحطوا القوسين بين مع في 15 مع 1.2. مع واحد على اثنين، ما هك؟ علاش؟ أي عدد نضربه في صفر يقعد ولي صفر، ولي صفر، صفر مع واحد على اثنين يساوي 1.2. واحد على اثنين صحيح حمود، يساوي واحد على اثنين، وإجابة صواب. أحسنت، ممتاز جدا. السؤال الثاني، السؤال الثاني جت مع الموجب إكس الذي يحقق المساواة ثلاثة على سبعة في 19 على 26 مع إكس يساوي 3 على 7. أشيل لزم زادية؟ بلا أشيل لزم؟ يلزم عليك. لا ما عرفتيش بصير. بلا، هاي سيدي عندك الميكرو مش مريح يا أحمد، إلى ماذا بك؟ ماهوش مريق الميكروك يا أحمد. وهاك بتشوف. باهي، هاي سيدي، هاي سيدي تو كيف نشوفوا هنا الأولوية للقوسين. أيه. باهي، يعني عندي إذا كان عندي قوسين نحب نحسبهم لكن إكس حضرتك ما نعرفوش. أنا حاجتي اللي أنا باش نطلعوا. لكن لهنا إذا كان نقولوا 3 على 7 في كم يساوي 3 على 7؟ في واحد. صحيح، ما انا شو يعني هذا؟ لذا العدد 19 على 26 مع يلزم يكون هذا كله يساوي واحد. صحيح، فات الحكاية. إذا كان عندي كان ذكر شيء من أول العام الدراسي، إذا كان نحب عندك الميكرو موش مريك يا أحمد وهكا بسيو. إذا كان نحب أبحث عن أحد حدود العملية، شين النتيجة باش نلقى إكس ماذا يساوي؟ جيم شو صفر فاصل واحد. تذكرش الحكاية هذه لي نتذكر ثم أقيدهم كل عندك. إذا كان نقول آ مع بي يساوي سي، بي ماذا يساوي والآ ماذا يساوي؟ أول عام قريتهم هذوما في درس الجمع والطرح في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. صحيحة طبيعية. معايا حمودة ولا ماكش معايا؟ معاك شو؟ ما أنا شو يساوي؟ إذا كان نحب نلقى البي، شو يساوي؟ هي سي سي إلا سي إلا آ. صحيح. الآ ماذا يساوي؟ سي إلا بي. سي الا بي، ممتاز جدا. هذوما ديما تحطهم حلقه في وضنك. مال اكس ماذا يساوي حمود؟ اكس تساوي واحد الا 19 الا 19 على 26. فهاد الحكايه هكا هاو، يعني اكس يساوي واحد إلا 19 على 26. شو لازم نعمل هنا حمودة؟ باش نحسب هذه، أي الواحد شبيه هذاك؟ نعملوا الواحد المقام، واحد المقامات صحيح. في 26 في 26 يعني نسوي 26 على 26. 26 إلا 19 على 26. النتيجة تجي 26 إلا 19. 19؟ على 26. ممتاز جدا، يساوي 26 إلى 19 جي 7 على 26. صحيح، هذيك هي العدد X الذي يحقق تلك المساواة. ثم
واحد على 20 آه يساوي يساوي 3 على ثلاثة على واحد إكس مع إكس مع واحد. واحد. بلحظة هاي راح جاوبني على هذه حمود. نتصورك مش شايفكش، فكرت هاي 19 مع واحد. صحيت، لكن مش صحيت برشا، صحيت شوية هذه. هذه خاطر اللي كان باهي. تذكر شيء يا حمودة، إذا كان نشوف عندي عددين وإلا عندي عدد كسري A على B، نرجع نكتبه على صورتي A في عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر، وإلا إذا كان نحب نختزل نقسمه على نفس العدد الصحيح الطبيعي المخالف للصفر. هذو ما يسموه هذه الكتابة، هذه ولا هذه تسمى كتابة مساوية ومختلفة في نفس الوقت. كتابة مساوية مختلف في نفس الوقت. مساوية ومختلفة في نفس الوقت. علاش؟ نقول مثلا، باش نقول لك على حاجة باش تفهمني. نقول لك مثلا 12 على 5، نجم نكتبها على صورتي 24 على 10. كتابة مساوية ولا مش مساوية؟ مساوي 12 في 2 و5 في 2. اي صحيح، ولكن مختلفة. هوني مش كيما ال 12 على 5 كيما 24 على 10، يعني مختلفة ال 12 على 5 ريتها. هذوما يسمى كتابات مساوية. مانا شي العلاقة ما بين ال 24 وال 12 يا حمود؟ ضرب 2 صحيح، شي علاقة ما بين 3 والواحد يا حمود؟ 3 اي يعني 3 هذه2 كيفاش رديناها واحد؟ إلا 2. لا مش الا، ما ثماش في كتابة المساوية اما ضرب والا قسم. هاو الا والمعاه ما يلعبش. 3 قسم 2 لا مش 3 قاسم 2، 3 قاسم 3. 3، 3 على 3 مش واحدة. والا واحد في كم يساوي 3؟ 3 معناتها ال 20 في كم يساوي اكس مع واحد؟ اذا كان عندي 20 لهنا، الاكس مع واحد شو لازم يكون؟ 19 مع واحد. لا، إذا كان ماشي. الواحد هذا رديته 3، فاش ضربت؟ تقول لي 59 مع واحد. صحيح، معناتها هذايا العشرين في 3 شي لازم يكون؟ 59 تسعة إكس مع عشرين واحد، يعني إكس شي لازم يكون؟ هذايا معناتها 60، يعني إكس شي لازم يكون؟ كما عملت لك تسعة مقبيلة في خمس العملية. تسعة وخمسين صحيح صحيح، كما عملت في العملية هذه A مع B يساوي C، يعني يساوي C. فهمت الموضوع هذيك يا حمودة؟ فهمت. يعني يساوي 59، وهذاك هي النتيجة بتاع X طبيعة الحال. ثم نختار واحدة من السؤال الثالث والأخير، نكون كملنا الحصة الإدماجية متاعنا. نحب نحسب بطريقتين مختلفتين. ناخذ الطريقة الأولى، 3 121 على 5 إلا 121 على 5 في 2 على 3. شكون يحب يجاوبني؟ أي حمودة، مدوك أنت الميكروك، أنت باهي كهو، دونك أنت شو تجاوبني؟ 121 على 5 إلا 121 هذه طا واحد، الطريقة الأولى معناتها. باهي، شو قلت لي؟ باهي، شو قلت لي؟ لحظة. نعملو حمود حل الميكروك.
مسيو كل واحد قص وحده. ما يسألش. باهي، شنو الطريقة تحب تخدم بها حمودة؟ ما عرفتيش مسيو. باهي، الطريقة الأولى نجم تقول لي مسيو سهلة، عند إنجاز عملية بها ضرب وطرح فإن الأولوية للضرب. الضرب نجم نحسبه 100 120 على 15 ونطرحهم من كاو 100 ل 5، 121 على 5. يعني نجم نقول 121 على 5 إلا 242 على 15، واضحة؟ واضح. ونختزل، يعني اش معناتها نختزل؟ يعني فاتني يلزمني نوحد المقامات، يعني هذا مسيو مسيو ده اتفق. 121 الأولى دي ضربناها في اي اثنين، علاش نضرب فيها في الاثنين؟ خاطر 242 ولا اي هذه ما هو الاولويه للضرب يا احمد، اي الاولويه اي لهنا للضرب، ما تلزمني نضرب، اي يلزمني وبعدين نخدم هذا الساق. يجب نخدم هذايا الساك، الضرب خليه في مكانه ونحط العدد في مكانه. باهي، مش معناتها نخدم العدد نحطه من الاول، اذا كانت تقول لي مسيو نكتب هكا الا تحطها لهنا و121 على 5 يولي كلامك غلط 100%، ترد بالك من الحكايه هذه. اذا كانت تحب تخدم الاولويه، تخدم الاولويه في المكان متاعها هكا هو. داكورا؟ نخلص العملية هذه، يعني يساوي 363 على 15 إلا 242 على 15، ونلقاو النتيجة 121 على 15. باهي، أوكي. تويكا الطريقة الثانية اللي نجم نخدم بها العملية هذه، وانت عليك، انت وما عطيتك خدمه، انا تبيك عطيتك خدمه انك تخدم لي هذا حموده. أكيد التمرين الفوقاني. اي صحيح، وعندك الخدمه نتاع هذوما شنو نقول لك عليهم. تبيك الطريقه الثانيه، انه ولاحظوا انه لدينا عامل مشترك في كل حد يا احمد. لقيتها عندنا 121 على 5 الا 121 على 121 5. على 5. اي اي شكلك ما قلتيش عليها من الاولى دي، عندنا العامل المشترك اللي هو هذا بكله، ما يزينيش أي ننساه، راه قلت لك. معناتها اش يساوي هذا حمودي؟ 121 على 5 تاع 121 على المشترك 5 في في ايش يبقى من الحد الاول؟ 121 على 5 في 2.2 على 3. ما حمودي التركيب. اسمع، اي نعم سيف. صحيح. علاش تويكا ماكش تاخو عامل مشترك في هنا ولهنا؟ إذا كان تاخذ العامل المشترك لهنا ومن هنا، شو يبقى من الحد الأول يا أحمد؟ الحد الأول شو قعد منه؟ فهمتكش مشي، ما عرفتيش. هاو شنو نرجع لك؟ باهي، شوف أصبر خلينا نتذكرها فين. هاي ريتها هذه حمودة؟ تلتاش على اثنين، هذه كيف قلت لك انا، تلتاش على اثنين مع 169 في 7 على اثنين، قلنا راهو 13 على اثنين هو عامل مشترك، تذكروا هذا ولا؟ شو يبقى من أيوة الحد الاول؟ قلت واحد. أي أيوة ياخد واحد. واحد. اي يبقى واحد، خاطر ما يبقاش صفر. قلت لك هذوما ترد بالك ما منهم مليح يجيش. مليح. اي باهي، يعني شو يبقى من الحد الاول يا احمد؟ ياخد واحد. ومن الحد الثاني يبقى واحد 2.3. صحيح هذا، ولا بحط العملية إلا اللي بينت العمليتين، يعني ماذا يساوي 121 على 5 في هنا نوحد المقامات يولي هذا واحد على واحد 3 في على ثلاثة 3، أي 3 إلا 2 يقعد يساوي 1 3. النتيجة النهائية ماذا يساوي؟ النتيجة النهائية تساوي 121 على 15، أنا كما قيناها في هذه نفس بالضبط، النتيجة. طبيعة الحال يجب أن تكون لدينا نفس النتيجة. باهي، ناخذ العملية الثانية وناخذ طريقة برك.
واحد في العملية الثانية، اثنين في 8 على 3 إلا 7 على 5 في 8 على 6. كيف تحب تحسب العملية حمودة؟ ما عنديش عم مشترك كله. نجم نطلع عام مشترك ولا ما نجمش؟ شوف بالباهي العملية متاعك ونحب نقول لك صحيت في آخر الحصة. راهو نحب نقول لك صحيت بعد نجم يجي. أي شكون العام مشترك ترى؟ 8 على 3 8 على 6. أيوة شناخو منهم 8 على 3 هكا ولا؟ بان برافو صحيت تخي بيان هكا صحيح. يعني 8 على 3 إلا 7 على 5، وهذا نكتبه على صوت عشان نبدل ستيلو. 8 على 3 في 1 على 2 هكا. موافقني ولا ماكش موافقني ساعك؟ موافق. باهي صحيت. من يساوي هذا العام المشترك نكتبه 8 على 3 ونكتب فيه ونحل ونسكر القوسين. شنو يبقى من الحد الأول؟ الحد الأول شو اثنين. خد واحد اثنين لا عاد أهو اثنين. أي مش يبقى من الحد الثاني؟ شو خد 7 على 5 7 على 5 كمل. في 8 على 3 لا خذيته انت 8 على 3، هلا حطيناها في الدويرة. ب في 1 على 2 باهي ونكتب إلا بيناته، يعني يساوي 8 على 3 في 2 إلا 7 على 10. نوحد المقامات، هذا يولي في 10، هذا يولي في 10. 20 إلا 7 يجيو 14، يعني 8 على 20 7 14 على 10 ماذا يساوي؟ 14 على 10 النجم لازم نوحد نستنزف. المقامات. أهو رد بالك ثاني مرة تعاودها لي، وفي الضرب ما يصحش الواحد تحت المقامات. هو مقاية مش غلط، اسمعني اسمعني، هو راهو توحيد المقامات في الضرب مش غلط، ولكن يصعب ومش يسهل. علاش؟ خاطر شوية نحسب. فهمت يا احمد؟ كيف نقولوا 2 على 3 هي بجودها هون يساوي، ريتها يساوي، هي بجودها كيف نضرب هذا في 3 هذا مش نضربه في 3، ما عدا شو اللي 6 على 9 تلويه. انا خليني بالسهل، شبيني ماشي للصعيب. فهمت ولا شنو الحكايه؟ معناتها الضرب ما نوحدوش المقامات. وقتاش نوحد المقامات؟ كان في الجمع ولا في الطرح، اكاهو ما يدورش. باهي باهي، يعني هنا نجم نختزلو العدد هذايا، ولا تحب تختزل 8 والعشرة كيما تحب انت. يعني يساوي 8 على 3 في 7 على 5، لا انا اختزلت على 2. والا تنجم تقول لي مساوي هذايا 4، معناتها 2 في 4 وهذايا 5 في 2، يبقى هنا 4 ويبقى هنا 5 كيما تحب. يعني نية يساوي النتيجة النهائية، معناتها كيما تحب تختزل تختزل هنا. المهم انت على شنو تلقى راحتك. 8 في 7 56 على 15، على وتكون هذه النتيجة النتيجة الأولى النهائية. النهائية الأولى باهي مرتبة تاريخها واحدة. اي تنجم طريقة ثانية تقول لي مسيو راهو أولوية للضرب. ها الطريقة الثانية 16 ستة على 3 إلا أي إلا 56 سبعة على على، أحداش. لا لا، 5 في 7 ماذا يساوي؟ 5 في 6 ماذا يساوي؟ مش 30؟ خمسة وستة وثلاثين أي كيفاش نوحد المقامات لهنا حمود؟ من واحد بقى ما تعمل 16 في 30 و في لا 30. علاش في 30؟ علاه صعب فيها يا وليدي؟ علاه صعب فيها وهي سهلة؟ علاه؟ فاش نضربك الثلاثة هذيك؟ فهمل فاش نضربك الثلاثة هذيك؟ تفهم ذروة في 30 في برشا في 30، اما خير نضربها في 10 يولي 30 نفس الناس الكل. او هذا كيف نضربه في 10؟ ها حمود، نعم او هذا كيف نضربه في 10 مش يولي 30؟ هقول لك لا اخذ المقام فيها هذا معناتها فاش نضرب 16 160 تولي صحيت في 10، معناتها تولي 160 على 30 الا 56 على 30. النتيجة ماذا يساوي؟
النتيجة تجي ميوس لحظة 104 ولا 104 على 30، على نختزل 30 على البسط والمقام نختزل شيش تولي 52 على لحظة 2/50 على 3 على اي على على 2 انت اختزلت راه احمد قصت علي مشي انا لا ما قصيتش عليك لأين انا قصت علي به يعني 52 على 15 باهي ولا مش باهي؟ ب باهي باهي كيف كيف يعني تلقى نفس النتيجة راهو ب 56 اي أنا نقرست غلط نتيجة تقبل مع الطريقة الأولى بالضبط بطبيعة الحال لا شبينا هنا لقينا 52 وهنا لقينا 62 لا ثم غلط وين غلطت راه فين طلع حالي فيس هذه 56 على 15 وهذه 52 على 15 يعني ثم غلطة وين صارت راه نشوفها فيسا 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 تطلعش القسمة قليل القسمة اللي بيصلي ترى تكونش طلع انت ولا انا قبل يمكن غلطة في ترى الطريقة الأولى شبه الطريقة أربعتاش الأولى احنا 8 على 3 مسيو حطيناها كعامل مسيو عشرة هيك وين غلطة مسيو 14 على وين ترى 2 في هاي اللوتب بكل هاي 14 على 2 مسيو 7 هاني هي حطيناها 7 لحظة ما لقيتش الغلطة فين حمودة؟ ما عرفتيش الغلط كيفاش ما ثماش غلطة؟ فما غلطة يا حمودة يلزمك تطلعها على تو أنا مش خارج من هنا إلا ما نشوف الغلطة هذه بلاش نعاودو عندنا 2 في 8 على 3 لا كذا باهي هنا عندنا 8 على 3 هو عام مشترك يبقى 8 على 3 يبقى 2 من الحد الأول يبقى 7 على 5 في 1 ربح على 2 يبقى هنا 2 إلا 7 على 10 17 20 على 10 إلا 7 على 10 النتيجة يبقى 14 على 10 نقسم على 2 7 على جي 5 7 5 ب يعني 56 على 15 في الطريقة الثانية 2 في 8 على 3
يساوي 16 على 3 1800 على إلا 3 56 على 30. 30 معقول؟ يعني 90 160 اه على 30 ماذا ضربناه في 10؟ 160 إلا 56 يجيو 104 مهم. 104 على 30 اي 104 على 2 اي وعلى 30 على 2 يجيو 52 على 15 اي صحيح كلامنا مع الناس كل ولا اه اي فما غلطة ولا فماش وين صارتي؟ لحظة اهلا وسهلا. هاي اش قلت تويك؟ نعود للون هاي انا استنى فيك. مسيو في 8 على 3 وقت اللي ما هو 10 في 2 عملناه هاي غلطة يا أحمد. أي عندنا 20 إلا 7 يساوي 13، ريتها اه هذه هي ايوه 13. عملنا هذا الشغل كيك ما كنت مفيقتنيش. خاطر كي جيت باش نعاود العملية ما 13 تقوليش 14 هاي تولي باه هنا نختزلوا الثمانية شكرا والعشرة، هذا على اثنين يولي وعشرة أربعة، هذا على اثنين يولي خمسة، يولي أربعة خمسة في 13 يساوي 52، ثلاثة في الأربعة 12 اثنين يجيو 52، على ثلاثة في خمسة يساوي خمسة 15. هذه خمستاشر هي النتيجة النهائية متاعنا كما نهائي هي بالضبط. باهي باهي، السؤال الأخير هذا كيف كيف نخلي لك أنت الطريقتين تخدمهم باش في الحصة المباشرة المرة الجاية تقول لي عليهم كيفاش نعملوا الطريقة الأولى والطريقة الثانية. باهي حمودة، مش باهي طيب الحصة الجاية هو نقول لكم في عطش أسبوع البلاتفورم بتاع المربي يقولوا لكم ايه بالضبط وقتاش الحصة الجاية ان شاء الله. باهي لا في الامان يا سيدي، في الامان. لا